بعد تقديم العشرات من المتسابقين في الحلقة السابقة اللي بيّن من خلالها بشكل واضح كوضوح الشمس تفاوت المعلومات والخبرات، الإرادة والرغبة، الطموح والقدرة العالية على إثبات الوجود اللي تقابلت بتخاذل وتهاون، رهبة وخوف وارتباك وانسحاب. هنا عرفنا منو قد الانخراط في معركة مصنع الطهاة الأول في العراق، مشروع شيف. من هنا تم اختيار 10 متسابقين أثبتوا نفسهم بشكل واضح أنهم قد الاختبار. خليكم ويانا بالحلقة الثانية من مشروع شيف، بس قبلها خلينا نعرفكم بالمتسابقين المتأهلين، وهم سماح حميد من بغداد، ستيفن دنحو من الحمدانية، زينب نزار من بغداد، محمد جواد من سنجار، نور عمار من بغداد، أحمد خليل من كركوك، أسماء يسار من الموصل، مصطفى سمير من الموصل، حيدر محمود من بغداد، مريم ياسين من بغداد. نال اللقب، لقب مشروع شيف. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شيف سوادي. شيف عمر، شنو هي الخبرات والقدرات اللي تشوفها بالمتنافسين اللي موجودين اليوم بالموسم الثالث على مصنع مشروع شيف؟ أولا أرحب بهم وأرحب بحضرتك. شكرا جزيلا. أهم وأحلى خبرة بالعشرة الموجودين أنهم عندهم روح التنافس وعندهم روح التعلم وجايين بكل لهفة وبكل شغف، وإن شاء الله يا ربي نقدر نوصل وياهم. أنا بالنسبة لي هسه أشوفهم 10 مشروع شيف، وإن شاء الله نوصل وياهم لهذا الشيء، حتى لو واحد بس أخذ اللقب، بس المهم أنا أريد أوصل وياهم أن يكونون 10 مشروع شيف. شكرا جزيلا. شكراً لك شيف عمر. شيف عرفان، شنو هي النقاط القوة والضعف اللي شفتها بالمتنافسين؟ أكيد تم اختبارهم اختبار نظري بالبداية، شنو هي القوة والضعف اللي شفتها بهم؟ نقاط القوة والضعف. أول شيء رحب بجنابك والطهات الكبار شيف عمر الشيخ. شكرا. شكرا جزيلا. أقدم شكر لجنابك، ودائما أتمنى التوفيق لكل المشتركين الموجودين. إن كانت أكو نقاط ضعف أو نقاط قوة، فإحنا علينا أنه نشتغل عليها. ما ماكو شيء اسمه نقاط ضعف وقوه بعملنا، انه احنا كمدربين وحكام واجبنا انه الكل يكون برينج واحد والكل يكون بمستوى واحد، بالتالي راح نحصل 10 مشروع شيف. ودائما انصح انه يهتمون بالفرصه اللي اتيحت لهم، وكل موسم اقولها اذا هبت رياحك فاغتنمها. شكرا جزيلا. بالتوفيق يا رب. شكرا جزيلا لك شيف عرفان. اعزائي المشاهدين، راح اترك المصنع للمثلث المبدع وللمتنافسين، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة في الموسم الثالث من برنامج مشروع شيف. انتظروني، راجعت لكم. أول ما بدينا بالموسم الأول من مشروع شيف ما كنت متوقع أنه راح يكون أكو موسم ثاني، بس من صار الموسم الثاني عرفت أنه راح نكون بموسم ثالث ورابع، لأن مشروع جدا حلو كلش متعوب عليه ويريد يسوي فد شيء للطهاة العراقيين، وكلش فرحان بهذا بهذا الشيء. أنا دائما يعني سولفت عن مشروع شيف إنه هو مشروع حياة. وجودي بي بالموسم الثالث أقدر أعتبره إنه أنا كنت جدير بالثقة اللي منحت لي من إدارة البرنامج، وهذا أعتبره إنجاز لي، وأعتبره فد شيء كلش مهم بحياتي. يمكن دائما أنا صادفني أشياء هواية من أجل مشروع شيف، بس كلها أتركها ورا ظهري وأتوجه بكل ما أملك من تركيز ومن قوة عمد أكون جدير بالثقة اللي منحت لي من قبل إدارة البرنامج. والله فخر لي يعني يكون اختيار مشروع شيف بالموسم الثالث، هذا دلالة على أكو نجاح كان بالموسم الأول والموسم الثاني أثناء التدريبات وأثناء النتائج. إحنا اليوم كمحكمين مطلوب من عندنا بأن يكون أكو تدريب وأكو تحكيم، فهذا الموضوع أمانة،
فمعناها اكو امانة عندي. السلام عليكم. السلام. شباب مصنع مشروع شيف، ارحب بكم واتمنى لكم كل الموفقية، واريد نشوف ابداعاتكم، وهذا المكان اللي انتم به يستحق انه تقدمون كل ما تقدرون عليه، وانا متاكد ان شاء الله راح تكون الامور جيده، انما جيده جدا، ويا رب الموفقيه لكم وإلنا، وان شاء الله ما نقصر وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا الشيف محمد سواد، ما راح اكون بخيل وياكم باي معلومه واي نصيحه واي تدريب، فاللي اريد من عندكم شده التركيز في سبيل الحصول على مشروع شيف. شكرا. شلونكم شباب؟ اهلا. يمكن انا اكثر واحد دائما ملام ويخافون من المشتركين ودائما يكون كلام عليه. بالتاكيد واجبي انه اعد 10 طهات مميزين قادرين على اداره فندق او اي مطعم بالايام القادمه، اتمنى ما تضيعون هالفرصه من ايدكم، تنتبهون علينا بالصغيره والكبيره، وبالتوفيق ان شاء الله. وهسه راح يستلمون زيهم الخاص بالبرنامج، والزي دليل قاطع على الجديه والالتزام. الى اصغر مشتركه بمصنع مشروع شيف نور عمار. نور، هاي صدريتين وبنطلون وحافظه سكاكين راح تكون لك، اتمنى كل الموفقيه لك، وريد نشوفك بطله، كوني مجتهده، تمام؟ السبب اللي اشتركت بيه انه هو انا كلش احب الطبخ، وهي هوايه قديمه كلش، يعني من زمان، من يمكن 10 سنين واني انه بالمطبخ ويا امي، فمن هواياتي وان شاء الله مستقبلي يكون شيف. أنا أعتبر أصغر واحدة، بس أحس إنه يجوز ما إلي دخل بالعمر، إن شاء الله يعني إنه أقدر. وعدتهم إنه إن شاء الله أفوز، ومو بس الوالد والوالدة، تقريباً الأهل كلهم، المدرسة كلها بتنتظر إنه بس النتيجة. اللي شجعني أشترك بالبرنامج أهلي، هو أنا أول ما شفت الإعلان شفته ورحت يم أهلي إنه دا أقنعهم إنه هاي هم رأساً أيدوا ما عارضوا. عندي 3 اخوان، احنا بنتين وولدين، موسى ويوسف، والاخت بتول. اقولها كلش شكرا، وانا كلش احبك. حتى والدي تعبان، ان هو جايبني طريق سفر ودا ينتظر، وهو حيرجع يجي، فتعب له بالنسبه له. كلش احبكم. اسماء يسار. يا اسماء، اللي اريده من عندك اليوم انطيتك صدرية مشروع شيف. هاي السكاكين ان شاء الله راح تكونين صاحبة لقب مشروع شيف. ان شاء الله. شكرا شيف. شدي حيلك. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. احب الطبخ من عمري 10 سنوات، ودخلت المطبخ. الطبخ بالنسبة لي يعني ينطيني طاقة ايجابية بكل حالاتي. احب اروح للمطبخ واطبخ حتى يعني أعبر عن نفسي، أحس الطبخ يعبر عن نفسي يعني. هي نعم الزوجة، وعندي 3 أولاد. آدم بصف ثاني متوسط، وحمودي بصف أول متوسط، ويارا عمرها 3 سنوات. يعني أكثر فترة فرحت بها بحياتي هو إنه قبلوني بمشروع شيف. والله هو أبو آدم مشجع الأول، هو عدت إنه إن شاء الله أكون قدر هاي المسؤولية مشروع شيف. هو كلش يحب الطبخ، فيعني دائما يشجعني، فيقول لي لا يعني طموحك لا يوقف انه بس بحدود البيت، اريد يعني تكونين في شيء يعني افتخر بيك. هو المشجع الاول، هذا حلم يعني قبل سنتين كان مجرد كلام، بس هسه الحلم صار واقع، وان شاء الله يعني يتحقق بانه ناخذ لقب مشروع شيف. مريم ياسين، يعني بالتأكيد لازم نعرف قيمة هالصدرية هاي، شنو راح تسوي لنا، شنو تعني لنا، شنو راح تكون بالنسبة لنا لما نكون داخل مشروع شيف. مسؤولية كبيرة، بس انتو قادرين ان شاء الله، بالتوفيق.
صار تحدي بيني وبين زوجي. المفاجأة هنا زوجي هم مشترك وياي، فقول تحدي وإن شاء الله واحد بينا يربح. لا صدمة، مال إنه أظل أنا متابعة البرنامج وأعرف إنه هواي بي تصفيات وأعداد أكثر من 10، بس كعشرة كانت صدمة. يعني هنا راح يصير أو مطلوب من عندنا إنه يكون أدق، لأن إحنا العشرة الوحيدين بهذا البرنامج، وهذا شيء صدمني صراحة. طبعاً إنجاز وحلم من الأحلام طبعاً، وراح نقول إنه أنا كنت ناوية إنه في يوم من الأيام أنا وزوجي صراحةً وكعائلة إحنا نحب إنه يصير شيء خاص بينا أو ماركة خاصة بينا أو مطعم خاص بينا، بس إنه هذا الشيء لازم إنه يوثق من قبل أساتذة كبار وإنه يأكدون إنه إحنا قد هذه المسؤولية، فلازم ندخل هيك برنامج على مود نعرف إنه إحنا نستحق هذا اللقب أو لا، وإذا استحقينا وفزنا راح نسوي حلمنا إن شاء الله. راح أقول لبناتي طبعاً ذهب ووهج إذا قاعد تشوفون هذه اللقطة خصوصاً، إنه حال أنا فشلت هذه فقط خطوة لكم، هذا حافز راح يكون لكم إنه تظلون تشاركون، وحتى لو فشلت هنا بس أنا سويت شيء إنه تتقدم بشيء أو إنه يصير عندك جرأة تدخل بشيء، هذا كلش كافي، هذا هو النجاح. بس إحنا هم نريد النجاح يعني. سماح حميد، يا سماح ذكرتيني بموقف كلش حلو. من أول يوم كنا طلبة متدربين وإجينا إلى الفندق بدون ذكر اسم الفندق من سلمونة الصدرية، ما أعرف كانت الفرحة كلش قوية وفد رهضة معتزين بيها. فأريد تقولي لي شنو الإحساس اللي عندك هسه؟ شعور كلش حلو، إن شاء الله أكون أتحسن ظنكم. أنا أريدك تكونين قد هاي قدها وقدود إن شاء الله. تشوفين هاي الكلمة مشروع شيف، هذا مو مجرد برنامج، صدقيني متعوب تعب عليه كل الطاقات وكل الخبرات، مو بس احنا كشيفات، كل كادر العمل تعبانين تعب عليه على مودكم، على مود ان شاء الله اقلكم هذا الحلم. تفضلي. ان شاء الله يا ربي كل الموفقية. شكرا. سبب مشاركتي اني كلش احب الطبخ واحب هذه المهنة، وشفت برنامج مشروع شيف قبل سنتين حبيت اقدم بس ما حالفني الحظ، وإن شاء الله السنة يعني أكون من الفائزين. كان شعور كلش حلو ما ينوصف، يعني حقيقة ما ينوصف، يعني أحس حققت جزء من الحلم مشروع شيف. وعدت نفسي أولاً أنه أكون قد هذه المسؤولية، وعدت ابني وأهلي وزوجي أنه أكون قد هذه المسؤولية وأرجع ماخذ اللقب اللي هو مشروع شيف إن شاء الله. عبد الرحمن عمره 17 سنة كل شيء دعمني، يقول لي أتمنى أشوفك من الأوائل، يعني اللي من الشيفية الكبار بالعراق، كل شيء يحب أكلي ويدعمني دائما. هو ينتظرني حاليا ببغداد ومنك يدعمني نفسيا طبعا. الخطوة الثانية راح أتقدم للأحسن وللأفضل وأقدم الأفضل إلي والأهلي وللمجتمع. إذا فشلت أقول له رح أحاول من جديد وأحقق هذا الحلم وأهدي إليه طبعاً. حيدر محمود، يا حيدر، مو أي شخص يقدر يلبس هاي الصدرية ويقدر يحصل على هاي الحقيبة، فأنت اليوم فرصتك والمنافسة راح تكون يومياً ويا زوجتك، بس اليوم ويا العاشرة. الله يوفقك إن شاء الله. جزيل الشكر. مشروع شيف شفناه بالتلفاز، صار منافسة بيني وبين زوجتي مريم وكلكم تعرفون، فقررت هذا المشروع راح يصير حلبة مبارزة بيني وبين مريم، ونشوف منو طبخه يكون أفضل، هي ولا أني. مشروع شيف من شفناه بالتلفاز كان شيء يعني اوكي، يعني شايفين برامج، لكن من دخلت للمشروع شيف وشفت المصنع او المعمل شيء مبهر، شيء الى رهبه، ما اقول لكم شيء بسيط، لكن بنفس الوقت راح نعيش بيه اجواء كلش حلوه،
وخاصة أجواء التنافس، أعشق هذا الشيء يعني. زينب نزار مرت يسلم الصدر يعني. هذا تيك تو. الحلو بزينب أنه جتي وتتقدم مرة ثانية، ما اكتفت بتجربة واحدة، قالت خلينا نجرب بالثانية وإن شاء الله. بس تدرين من دائما نسولف احنا ونشوف اكو تدرج بالمطبخ، يبدي من ستيوارد وغيره وغيره، يحلم يلزم هاي ويوقف يطعم الطباخ يطبخ. انت جت جاهزه، بالتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا لك. مشاركه بالموسم الاول كانت او تجربه كانت الاولى بالعراق كبرنامج تنافسي مسابقات، فكره جديده حلوه كل طاهي يطمح يدخلها وجربتها. السبب مشاركتي الموسم الثالث هي الموسم الأول. اللي شفته بالموسم الأول كان شيء كلش دافع خلاني أرد أكمل بهذا المجال، بمجال الطهي. حبيت الأجواء، حبيت المنافسة، حبيت التدريبات اللي ناخذها من الحكام، النصائح، الاستفادة من المتسابقين الثانيين، وطموحي ما توقف بالموسم الأول، لا أريد أكمل إن شاء الله. بالموسم الأول كانت ممكن أي بكيت أهلي، بكيت الكادر، لأنه أني من كنت داخلة كنت فرحانة، يمكن كان أكو كانت أكو دموع فرح بعض من الهوب ودموع الخروج يعني من المنافسة أكيد. هالمرة لا، داخلة بطاقة إيجابية أكثر، فرحة أكثر، يا رب إن شاء الله أقدر. ستيفن اسمك مو سهل الظاهر، هل هو صحيح أو لو مجرد اسم؟ لو راح نشوف إبداع. عايف أهلك؟ عايف شغلك؟ راح تعيش بمصنع مشروع شيف إن شاء الله. وهاي الصدرية جتك فرصة، مو كل طباخ أو شيف بالعراق يقدر يلبسها إلا إذا يكون، يعني بالنسبة لي أعتبره محظوظ، لأن هذا حظ كبير. فأنت ما أريدك، أنت هسه حاليا من المحظوظين، ما أريدك تضيع هاي الفرصة إن شاء الله. ربي يوفقك. شكرا شيف. سبب اشتراكي بمشروع شيف هو أنه طموح أي شخص يقدر يحاول أن يقدم شيء ثاني داخل المصنع. مشروع شيف يخليك أنه تتأهل إلى مراحل متقدمة. صراحة أول ما دخلت موهبة الطبخ دخلت مراحل كنت فيها يعني مبدئية، طورت حالي وطورت نفسي ووصلت هاي المرحلة، مرحلة أنه راح أدخل مشروع شيف وأقدم الأفضل. أحمد خليل، أحمد من كركوك يمكن مو؟ ماشي. إحنا كانت عندنا المنافسة بالموسم الأول من أنبار، والموسم الثاني من الموصل، والموسم الثالث يا ترى راح يكون من كركوك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله قدها. إن شاء الله شيخ. موفقية. إن شاء الله. شكرك. حلم كان عندي أنه أحقق فتشي، أثبت فتشي أنه الطبخ مو مجرد مهنة عادية، لا بها إبداع، بها تميز. إحنا عائلياً يعني عائلياً نحب الطبخ أستاذ، الوالدة أختي عندي تشتغل بالطبخ، فيعني شيء ممكن نقول متوارث وتنمى عندي. أكثر شيء ابن أخوي الصغير هو اللي صاحني وقال لي انفتح التقديم وجا قدم لي وقعدنا أنا نقدم سوا. أكو روح منافسة راح تصير، أحس أنه راح يعني راح اتطور اكثر، اتمنى انه اخذ اللقب وافوز ان شاء الله. انا جاي اخذ اللقب، مصر على هذا الشيء. محمد جواد، دائما تمتازون انتم بالاكل الطيب، انا دائما من اشتغل احب اقيس مقياس المطبخ العراقي بالمطبخ الموصل اللي يعتبره هو الاساس. انت راح تكون خير ممثل لمطبخ نينوى ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. ان شاء الله. بالتوفيق حبيبي. انا قدمت على هذا البرنامج
من أكبر هذا أكبر شيء أتمناه أنت. أنا بدايتي من دخلت المطبخ كنت أغسل مواعين بأحد مطاعم بالهوك تحديداً. كنت أغسل المواعين. فأنا يوم من الأيام جيت من الوقت يعني مو شفت شفت مو مالي جيت أساعد. شافوني سريع بالتقطيع وسويت لهم حساء وقتها عجبهم الصبح. فمن انطوني صدرية هاي ثاني مرة أفرح في حياتي انطوني صدرية الشيف تتساعد الشيف وقتها حيل فرحت ومن فرحت من استلمت الصدرية مشروع الشيف طبعا هو فخر لي وجدا فخور بهذا الصدرية. آخر صدرية النصيب منه مصطفى سمير. يا مصطفى يا مصطفى أضحك أحب الضحكة بالبداية أموت عليه ضحكة خير إن شاء الله. المواسم القبلة بواحد وقع راح صارت برهبة وصاروا فهاي الضحكة أتمنى تبقى نهاية البناء إن شاء الله. راقب لي هذا الاسم واشتغل على أساسه وربي يوفقك. شكرا إن شاء الله. ربي يوفق الجميع إن شاء الله وما راح نبخل عليكم بأي معلومة طبعا وراح نكون وياكم بكل الأوقات وخير سند لكم إن شاء الله. سبب مشاركتي مشروع شيف أنه أدخل من خلال برنامج مشروع شيف إلى عالم الشيفات المتمرسين وأن أكون أحد أبرز شيفات مدينة الموسم. شعور خوف وممزوج بفخر فخر أنه أدخل وأمثل مدينتي وأهلي وتارك وراي كلهم. إن شاء الله أكون قد حسن ظنهم بي وأرفع رأسهم من خلال تحقيقي للقب. بعد اختيار العشر متسابقين راح يتعرفون على المصنع وأدواته والذكي بيهم يحفظ كل شبر بيه لأن وقت الجد ما راح يلحقون بين اختيار وصفاتهم والمكونات ووقت الطبخة وتزيين الأطباق وإتمام المهام المرمية على عاتقهم من قبل مثلث الإبداع وممكن يعثرهم الارتباك. وقتها راح يدركون أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. كل الأدوات اللي راح تحتاجوها بالمطبخ داخل المصنع أثناء اختباراتكم هذا تشوفون كل شيء موجود طاوات مربعة للشوي هذا الهوك الصيني الطاوات للأومليت الكسرولات للسلق أو مو سلق هذا الطاوات الستيل الجدورة أدوات العمل طبعاً أكيد تشوفون إنه هي تيفال لأن هو هذا صحيح حتى الطاوات والجدورة لا تتأذى عندكم المكسرات عندكم الويسك اللي هي الخفاقة فرشات البلاستيك ما هاي اللي تساوون بها الكريم وما كريم سباتولات كل شيء موجود عندكم كل شيء تقدرون تستعملوا مايكروويف عجانة اللي هي فرد العجين هذا مو عجانة فرد العجين اللي هي تسوي الكريم وما كريم ماكينة تعمل الكريم كل شيء متوفر عندكم إضافة إلى عندنا جود نشوف ألواح التقطيع مثل ما تعلمنا وشرحنا كل لون للي مخصص له عندنا كتر كهربائي لعمل السلايس عندنا قطاعة مع السلايزات أيضا يدوية وتسوي هذا شوفوها هاي الجولة بصف الكتر تمام كسترولات بولات
مطرقه مال لحم مسننه وعاديه هاون كل شيء موجود عندكم هنا. هذا الشيء يتطلب منكم هذا القسم. اثناء الاختبار من نقول ابدؤوا بالاختبار تتعاملون ويا هذا القسم بسرعه. ليش؟ حتى وقت ما يضيع من عندكم اثناء ما تنقلون موادكم وتبدون العمل بها، لان انتم ما تعرفون شنو هو الاختبار على مود تحضرون العده المناسبه له. فلازم نكون دقيقين وسريعين باختيار الادوات اللي راح نستعملها. ولا حد يقول لي يعني ماكو هذا العذر. كل شيء موجود تشوفوا، ومن كل شيء موجود اكثر على عددكم، يعني من كل شيء موجود 10. فان شاء الله ربي يوفقكم، واي نقص تشوفوه بالمواد تبلغوني او تبلغون شيف محمد او شيف عرفان، واحنا نتعامل ويا الموضوع ونحل لكم اي خلل عندكم. طبعا هذا الموسم الاختلاف البي هو بالتدريب وكثافة المعلومات وكثافة التطبيق ويا المشتركين. قل عدد المشتركين من 30 إلى 10، راح يكون الشغل وياهم كلش قوي وباحترافية أكثر. أكيد راح يكون الاختلاف أنه راح نحصل على 10 هم مؤهلين أن يكونون شيفات بالمستقبل. هنا راح تكون عندكم الخضروات، هنا موجوده مكرونه، موجود اي شيء اخر راح تحتاجوه كبقوليات كذلك موجوده، وهنا كل التوابل راح تاخذوها. بالتاكيد راح يكون عندكم بالايام القادمه دروس عن التوابل، كيف تخلطون، كيف تشتغلون، كيف تسووها. احتاج منكم دائما تبينون مهاراتكم وبصنع البهارات. اوكي؟ دائما سولفنا انه البهارات مهمه. ليش؟ لان احتاج انتم تصنعون النكهه، مو تجيكم النكهه مصنوعه. بالتالي راح تعتمدوا على نفسكم شلون تنتجون النكهه بشكل صحيح. توابلكم كامله، دائما تاخذون الخام، الطحنون اللي تحتاجوه فقط. لان دائما نسولف انه هو بالطحن تروح تقريبا 40% من القيمه اللي موجوده، وبسوق الخزن 40%، بالتالي يعني راح اخذ بس 20. فالافضل انه اطحن واشتغل عليه. الزيت راح يكون هنا، دبس رمان موجود عندكم، الصويا، الصوصات اللي موجوده، ذاك الكريمه. الطاولات دائما تكون نظيفة، ما نعتمد على أي أحد بها، أوكي؟ هذا الموسم ممتاز بالتدريب أكثر من التنظير. يعني ممكن المواسم السابقة نسولف نحكي، هالمرة لا، المرة عندي 10 لازم أركز عليهم كل التركيز وأشتغل عليهم يعني بدون تعب، بدون كلل، بدون ملل، لازم أنتج 10، وبالتالي هو أكثر صعوبة علينا مو على المشترك. ناخذ مثال على بعض الاجهزه الموجوده عندنا. يم زينب، تعال يمي شوي. هذا الطباخ مالتكم. اوكي؟ زينب تعال هنا. اول ما تركز على الشعلات اللي موجوده، اوكي؟ تحفظوها. هذا كله راح تاخذ من الوقت اللي راح تشتغلون به. هذه ايش راح تخلي عليها؟ هذه ايش راح تخلي عليها؟ هذه ايش راح تخلي عليها؟ بالسيت منيو ايش عندك؟ عندك خضار تقدر تشتغل الستيم على البخار، تخليه على جنب. اوكي، عندك فقره نسيت على الستيم، عندك حساء تقدر تبلش بالحساء هنا، عندك طبق رئيسي لا تبلش من اول دقيقه بالطبق الرئيسي. يعني ما عندنا طبق رئيسي احتمال يتاخر من 20 الى 25 دقيقه، مو نعطيك ساعه واول ما تبلش بالطبق الرئيسي وما راح تعطيني جوده اخر شيء. عندكم الاوفن، هذا الاوفن تشوفوا اول ما تبلش يعني بالسيت منيو عندك شيء يدخل بالاوفن اول ما تبلش قبل لا تنصب البورد لازم تسخن وتخليه بالدرجه الحراره اللي انت راح تنطي بها الطبق. اوكي، سنق الغسيل هذا اللي راح تشتغلون عليه. اوكي، وعندكم هنا المي المؤسس مالته، وعندكم هذا اسطوانه الغاز تتاكد من عندها، وعندكم سلة المهملات، وعندكم هنا العدة اللي راح تخلونها انتم اللي تشتغلون بيها. انبهكم على فد موضوع، يعني انت من اشتغلت بالسيت من يومالتك لا تجيب لي 10 طاوات وتخليها هنا. جيب اغراضك اللي انت راح تحتاجها. شرحوا لكم شيف عرفان وشيف عمر بالعدة التشغيلية اللي راح تشتغل بيها. صار معلوم؟ صار. اتمنى لكم موفقين. شكرا. موسم الثالث المشتركين الموجودين
نوعا ما يعني مو مثل الموسم الاول والموسم الثاني. هذا كله راح يصير جهد علينا من ناحيه التدريب ومن ناحيه التثقيف. نوعا ما ما عندهم روح الثقافه الفندقيه، يجوز عندهم شغل بالمطاعم او مربات بيوت، بس كفنادق هذه معدومه عندهم، فراح يكون عندنا تركيز على هذا الجانب. في هذه المره ودونا عن سابقاتها وبعد اختيار 10 من المتسابقين بعد عدة اختبارات اتقدم لها العشرات من عاشقي الطهي وأصحاب الاختصاص ليدخلوا مخاضاً عسيراً نتج عنه عدد مركز من المتسابقين سيخوض كل منهم رحلة 100 ساعة تدريب. يخوضون بعدها مراحل من التدريبات المكثفة في كل أقسام المطبخ للوقوف على مجمل أركانه وتفاصيله. خلوا فكركم انه بدنا ناسس مطعم هسه، شو نسوي؟ خطة عمل ممكن نشتري ارض، ممكن ناجر ارض، ممكن نبدي نشتغل بداخل المطعم، هاي الخطة عندي. بعدها ايش راح يكون عندي؟ هاي كلش مهمة هاي المراحل، المتابعة. المطعم يتكون من شيء اسمه الهيكلة الإدارية. برأس الهرم منو عندنا؟ المستثمر، الأونر، صاحب العمل. أول ما يبدي بتوظيف منه الشيف. بعد ما جيت خليت شيف، خليت مدير صالات، منو عندي بعد نقص؟ حسابات. نزل عندي مدير صالات، حسابات، شيف. سؤال شيف، يعني هسه أكثر المطاعم تسوي سوبرفايزر ملم بكل الأجزاء مال ذني. مستحيل، مو طرزان. يعني اوكي راح اشبه لك اياها هسه. اني مثلا هسه راح اشبه لك اياها. صارت المطاعم هوايه مثلا يقابلون على انه سوبرفايزر بالمطعم. سوبرفايزر عالميا موجود بس بالفاست فود. احنا اول شيء بالمطعم نحتاج هو صاحب المطعم اللي ابو الفلوس. من بعدها تفرع عندنا ثلاثه زين، هاي الافرع الرئيسيه عندنا. هنا مدير الاداره، هنا الفرع الاول هو الشيف اللي راح يقود عندنا المطبخ. اوكي، هنا مدير الصالة اللي راح يهتم بالتسويق، مدير الصالات. وهنا تبدي عندنا الحسابات. هنا اللي معتمدة على الكاشير، هذا الكاشير راح نعرف من يمه كل اللي دخل لنا. زين، هذا شنو؟ ربحية عالية وشعبية منخفضة، يعتمد على مدير الصالة اللي هو الماركتينج. زين، اوكي، خلينا خطة نجي نتابعها. ورا ما تابعناها ثالث شيء اكتشاف الأخطاء. نقول احنا من المتابعة. راح تعرف سلبياتها إيجابياتها شنين. حلو، مثل ما شفتوا ويانا الشيف عرفان اتطرق إلى كل أركان السيت منيو تفاصيله. هنا الشباب كان إصغائهم واضح ومبين بعيونهم حب التعلم والانبهار بهواي معلومات كانوا مفتقديها. مستوياتهم يعني متباينة، بس نوبات عندنا فد شيء بلغتنا بالمطعم او بالشركات او بالفنادق، يعني بين هلال يعني نقول انه شلون مثل لعبه المحيه، بس من ينزل لاعب او المدرب يشوف اكو اثنين او ثلاثه هم ابطال الفريق. انا عينت ذول الاثنين والثلاثه، يعني اتمنى يكونون قد التوقع اللي خليت عليهم. عندنا مطبخ هو جدا مهم، انت كشيف باكر تتخرج، هو المطبخ الفندقي. طبعا هنا المطبخ الفندقي باختلاف عن مطابخ المطاعم دائما يوسعون بالهيكليه مالته. الهيكليه هي شنو؟ تبدا بشيف المطبخ، هذا الاكزكتيف شيف نقول الرئيسي، هذا راح يكون عنده عده اقسام هو مسؤول عنها. هو قسم الحار وقسم البارد وقسم البيكري وقسم البيستري وقسم البوتشري القصابه وقسم التعريب. دائما نحكي بيها الصير مثلا من بالشغل بهذا، خلينا نجرب، لا ما اجرب، فارجع مجبور اجرب بوحدي بالبيت. دائما تصير خوف عندنا هذا الشيء. سوي تيست بينك وبين نفسك. هو دا اسوي هيك. انت تشوف، اسال اصدقائك شنو رايك؟ اعدل بيه هيك؟ اخلي بيه هيك؟ عندك ثقه بنفسك؟ اعتمد على نفسك. انا يعني بالنسبه لي اعتمد على نفسي. صدقوني اكو عشبه، اكو بهار ما حد يستخدمه، حتى من ريحه العطار قال لي والله ما حد يطبه هذا. قلت له اريده. قلت له من اريد كيلو من عندك؟ قال والله حتى ما عندي.
جيبه، قلت له اريده. دخلت الطاني فد شيء عطري، هي من العطريات طبعا، الطاني فد شيء عطري للطبق بحيث اي واحد يقول له هذا شنو؟ لا هو حبه حلوه، لا هو ما اعرفش يا اخي طعم شنو هذا؟ اي هو هذا، هو هذا، هو انا هذا اللي اريده يسال وما يعرف شنو. خلاص الشيف محمد سوادي بوقت قصير قدر يشرح محاضرة مكثفة عن المطابخ ونظمها بالفنادق. هنا نكون حققنا ركن آخر معرفي ينفع متسابقين لمستقبلهم ويزيدهم وعي وخبرة. راح يكون أكو اختلاف عن بقية المواسم، لأن أكو نتيجة قوية راح اليوم أنت جبت خامة وبديت تدرب عليها، فاعتيادي راح يكون أكو اختلاف كلش قوي عن بقية المواسم. هاي ما شنو؟ مخبوزات، مرات كيك بدون الكريم، يعني نقطع بهاي الساطور. طبعا هسه كنا شايفين فيديوهات عن الآسيويين، وهاي عندهم ما عندهم فشي اسمه سكينة، يستعملون الساطور تقطيع الخضار بكل شيء. ثقل الساطور يعطي حرية بالعمل. احنا شغلنا بالساطور شنو؟ احنا نستعمله بس للشغلات الثقيله اللي بيها عظم، اللي يريد يعني مثلا نريد نسوي الفخذ مال الخروف 4-5 اقسام لازم بساطور، ما ترهم بسكينه. هاي السكينه استحدثوها الاتراك للحوم، لان هي نفس العمل يشفون بيها اللحوم. شيف عمر مميز بالستيكات والسكاكين وأنواعها وزمكانية استخدامها، والفروقات اللي من الممكن تكون مبهمة لبعض المتسابقين هسه صارت واضحة جداً، ومنها قدر الشيف عمر أن يفيد متسابقينا بوقت قصير جداً. اللي خلى المشتركين مستواهم دين مشوية شوية، ماكو هذا الكم من الأشخاص اللي يسوي إرباك، لا هم 10 ومركزين ودي يبحثون عن كل معلومة صغيرة وكبيرة ودي يستثمروها، فلهذا دا أشوف أنه أكو فالتطور من يوم إلى آخر. اليوم راح نشتغل الصلصات الأم. أول شيء نسوي دائماً إحنا سولفنا من إيش يتكون عندنا من الرو، بعد الستوك عندي الستوك وعندي الرو شي يصير عندي هنا قلنا طحين؟ لا، شي يصير وظيفته شنو؟ مثخن هو راح يكون اللي يشيد لي الصوص، والستوك راح يكون هو المونة اللي ما أخذها آني. هاي العظام مالتي اللي آني محضرها، اللي هي من عظام العجل موجودة عندي. زين، خلينا العظام هنا بس نخليه فرن. ايش راح نخلي له؟ رشة طحين صغيرونة بس. ليش رشة الطحين؟ عافية، قلنا يطيلون. هذا وين راح يروح هسه؟ يروح فرن. ونترك لحد ما يتحمر. شيف، الهولنديز اللي سويناه حاليا، شنو نقدر نطلع منه؟ من صلصات او تفرعاته موجودة، بس إذا أشرح لك إياها صار لنا 3 أيام. ليش؟ اكو من يضيفوا له ثوم المعمر، اكو من يضيف له الاسبنت. اليوم ادز لك تفصيل مسوي بيه كامل، تفصيله كامله مسوي بيه، راح تقدر تشتغل عليه. بس انت شريدك رتب الاساسيات واحفظ ما يستخدم عندنا. الصلصات الام هي اساس بكل وجبه وما تكمل من دونها. هنا كان للشيف عرفان دور كبير بتوضيح اسس الصلصات الخمسه وكيفيه استخدامها، مما زاد من معلوماتية المتسابقين ورسخ خلفياتهم المعرفية. مشروع شيف هو اختزال لسنين طويلة من عمر أي طاهي مبتدئ، راح يختزل سنين طويلة من عمره، والدليل إن كان شيف عمر سابقاً، حالياً هو عنده أكاديمية للتدريب بعد ما كان طالب ومتدرب، إذا كان شيف شهد فهو ناجح في إدارة عمله لمكانين عمل. بالتأكيد فرصتكم جتكم لا تضيعوها من يدكم. هذا الدجاج انت ورا ما تطلع من خارج مشروع شيف تنطيني النتيجه الحقيقيه اسوه بقيه زملائك اللي تخرجوا بالموسم الاول والموسم الثاني.
أبو السكاكين راح يطبق عمليا عن اللحوم والخضروات وكيفية تقطيعها. شيف عمر محترف باختصاصه والشباب إيدهم على قلبهم. حشرح أول مرة على أنواع الأكل وإلى التقطيع المناسب لها. يعني اليوم مثلا أنا عندي الشيف أيمن من أهم الباريستات في العراق بين المشاريب الباردة والساخنة والحلويات. هنا الاهتمام وصل عند متسابقين للقمة، لأن ورا وجبة المعلومات الدسمة اللي أخذوها المتسابقين هسه لازم يحلون. شيف عبد الخالق الأسدي كبير التوابل والبهارات في البلاد، محاضرته قيمة جداً وكانت ملمة لكل أصناف البهارات وأنواعها، وهذا جزء مهم جداً يفيد متسابقين في مستقبلهم المهني، لا يمكن تجاهله أو غض البصر عنه، وإلا الدنيا بلية توابل ماسخة ما بيها طعم. لترسيخ فكرة المشاريع ونجاحاتها في أذهان المتسابقين لازم نمر على مشروع كبير وملم لكل أنواع المطابخ الأوروبية والشرقية. هو المتسابقين والشيفات سووا جولة جميلة بين أركان المطابخ وأقسامها بتطبيق عملي صريح لمشروع على أرض الواقع. نمط واحد تسخين الأكل، نمط واحد يكون قلاية طباخ، هنا أنا تختلف أكو شواية لأن ممكن أنه سمك يصير مشوي، نفس الفرن بس هنا عندهم اثنين فرن الكونفكشن، عندهم اثنين. هاي الأكلة وهاي هاي يسموها تشيلي كون كارني، هاي تعتبر شلون عندنا فاصوليا ببغداد عراقيين تشيلي كون كارني. الأول المثروم تشيلي كون كارني. موضوع التعزيز يعني أنا مشتغلة، أكو عندنا الكونتينر اللي هي تقريباً 15 سنتيم شايفيها، هاي الكونتينر اللي 7 دي شو هذا، هذا تقريباً 10 سنتيم، هذا إحنا يكفي إلى 50 شخص، من 40 إلى 50 شخص بس. شنو مو رز، رز 25 شخص بس، إذا بقية أطباق يشتغل عندك من 40 إلى 50 شخص. ناخذ صورة؟ يلا. يعطونا ضاع المصورين اللازم. كلكم طالعين له؟ نور نور تعالي تعالي. ما أنا ما أريد أخذ عرض.